السلام عليكم، حياكم الله على قناة مكتب الجرير. اليوم الفيديو حقنا بيكون عن اكسسوارات البلاي ستيشن من المعرض. بنوريكم مجموعة من أفضل الاكسسوارات اللي بتحسن تجربتكم مع البلاي ستيشن. طبعا شركة سوني بشكل مستمر تنزل اصدارات جديدة ليد التحكم، ألوان مختلفة عشان تناسب جميع الأذواق. فعندنا اللون الأسود الأساسي، عندنا برتقالي، عندنا أزرق فاتح أو سماوي، عندنا لون برونزي، وبشكل مستمر تلقى أيادي وألوان جديدة. وطبعا راح تلقى برضو من شركات الطرف الثالث أيادي تحكم إضافية مثل هذه اليد. إيش المميز فيها؟ تبديل مكان الديباد مع الانالوج. اذا كنت انت تفضل ان توزيعتهم تكون هنا بهذا الشكل، تقدر تجربها على البلاي ستيشن عن طريق اليد هذه من هوري. اذا كنت تلعب مع اصحابك كثير بتلقى منتجات زي هذه تفيدك. هذه منصه شحن تقدر تشحن فيها يدين في نفس الوقت، وبالتالي تقدر تشحن الايادي اسرع وتكمل لعبك مع اصحابك. احيانا تتفاجأ من بعض الاكسسوارات اللي تلقاها، مثل هذه النظارات. في البدايه توقعتها انها نظارات 3D، لكن لا، ما لها دخل. هذه النظارات تساعدك اثناء اللعب بحيث انها تقلل الاشعاعات اللي توصل لعينك اذا كنت تلعب فترات طويله. الاجهزه اللي عندك في البيت مسويت لك زحمه، ومنهم البلاي ستيشن، تحب توفر مكان، تقدر تستخدم هذا الستاند. الستاند هذا يخلي البلاي ستيشن واقف بشكل عمودي، وبالتالي يوفر عليك مساحه في المكان اللي انت حاطه فيه. طبعا واحده من الاشياء اللي يشتكون منها لاعبين الكونسول انهم يقولون انه حقين البي سي عندهم كيبورد وماوس، عشان كذا قاعدين يفوزون علينا لان التحكم اسهل عليهم. ما عندك خلاف. شفت هذه كيبورد وماوس خاصه للبلاي ستيشن، تقدر تشبكهم بالبلاي ستيشن وتلعب فيهم العاب التصويب اللي تحبها. واحده من الخيارات والاكسسوارات الكثيره اللي موجوده هنا. اذا هذه كانت نظره على مجموعه من اكسسوارات البلاي ستيشن. كالعاده نقول لكم تعالوا زوروا المعرض بنفسكم وتعرفوا على المجموعه الكامله، بتلقون اشياء جدا تفيدكم وتحسن من تجربتكم مع العاب البلاي ستيشن. يعطيكم العافيه على المتابعه، مع السلامه.